طبعا المباراة يعني بلا شك هي مباراة مهمة، نظرا لأن هي مباراة النص الأول بتاعها اللي هو هيقام في الدار البيضاء، والنص الثاني إن شاء الله في مصر إن شاء الله. وده اللي هيحدد أحد طرفي المباراة النهائية، وبالتالي تاريخ حتى الفريقين يعني تاريخ النادي الأهلي وتاريخ الوداد تاريخ برضو يخليك تعطي هذه المباراة اهتمام كبير جدا بصرف النظر عن التفاصيل. يعني لو ما دخلناش في التفاصيل خالص اللي احنا هنخش لها بعد كده، انما هي مباراة بين بطلين، واخد بالك؟ كل فريق منهم له الظروف اللي عاشها خلال هذا الموسم في ظل متغيرات كتير، في ظل الكورونا، يعني اللي هي الظروف الدولية يعني. وبالتالي كل فريق حاول ان هو يستعد باكبر قدر ممكن لهذه المباراة. نقول كمان ان النادي الاهلي تجربته الاخيرة امام بيراميدز انا بشوف ان هي تجربة مفيدة جدا جدا، بصرف النظر عن وضعية النادي الاهلي في المسابقة المحلية وحسمها منذ فترة، الظروف اللي حصلت في المباراة برضو ودي هنتكلم فيها بعدين هي اللي بتفرض على النادي الاهلي ان هو استفاد من هذه التجربة، خصوصا مع مدربه الجديد. يعني صحيح. يمكن تجربة صعبة، لكن اتحط موسيماني في موقف يقول لنا هو ازاي ممكن يتعامل مع المواقف الصعبة أثناء المباراة. بالنسبة للرجاء للوداد أيضا فضل ينافس على بطولة الدوري المغربي حتى الرمق الأخير. صحيح. وبالتالي فهو فريق قوي ويستحق كل الاهتمام. أستاذ